طلعنا المرة اللي فاتت من حتة خلاص خلصنا موضوع الغرامة والعقوبة والزمالك والقصة والعلاقات بقت كويسة وشهر عسل والدنيا كلها زي الفل. السؤال ده ما يخصش حد غيرك بس. غرامة الغرامة اللي اتدفعت انت عملت فيها ايه؟ جبتها منين؟ ملهاش دعوة بأندية، الأهلي بره الجيب والزمالك ليه فلوس أخدها وخلص القصة. انت بقى ككهربا الرقم ده جبته منين؟ واحد يقول لك كان محوشه، ما هو كان دخله بالدولار فقلبه مصري. واحد يقول لك عنده، واحد يقول لك عنده حته ارض بنص مليار باعها اخد بتاع وظبط القصه. مش انت قلت السؤال خلاص عدى؟ اه الموضوع خلص خلاص. انا افتحها تاني ليه ده؟ منين؟ لا والله يمكن كان دفعت جزء كبير قوي فيها، جزء كبير قوي يعني، وممكن ما كلمتش حد اقول له اديني حاجه. انا مش من النوع ده خالص، حتى لو كنت ابطل كوره. انت مش من النوع ده؟ من النوع ده خالص. فبس بشكر طبعا باشمهندس نجيب سويرس طبعا. يعني برضو وقف معايا وقفه كويسه جدا. ومستر هيثم طبعا وقف معايا، وفي ناس طبعا وقفوا معايا بس انا ما كنتش يعني ما اعرفش اساميهم يعني. يعني اللي هم دعموني بس بطرق تانية. يعني اعلانات حاجات كده، فبس مش يعني الاسماء ما اتقتليش. لكن بتشكر كل الناس اللي كان ليهم دور في اللي كان في علاقه بيني وبينهم، يعني ان انا في حاجات هعملها ومساعدوني. هل انت وانت قاعد دلوقتي كده بتفكر اخد قرار؟ وممكن تقول لي لا انا مش هرد. السؤال ده على فكره ممكن تقول لي مش هرد عادي خالص. انك انت بتقول ان وارد يجي لي عرض، وارد ان الاهلي يطلعني اعاره، وارد ان انا اكمل مع الاهلي العمر كله في مصر. في مصر في بعض اللعيبه يقول لك ايه، انا في مصر بص نتناقش انا وانت في اي حاجه، في مصر مش هلعب غير الاهلي. هل انت القرار ده جواك ولا ده اعديه؟ لا القرار ده جوايا. جواك؟ انا يعني ممكن النادي الاهلي بالنسبه لي كان حلم من صغري. ان انا بس لبست تيشيرت النادي الاهلي ده بالنسبه لي حققت احلامي. تخيل بقى ان حقك ان انا اكمل في النادي الاهلي واخد بطولات واعمل تاريخ بتاريخ لعيبه كبيره قوي ولعيبه كتير قوي ما عملتوش. فالتاريخ ده بالنسبه لي حاجه كبيره قوي وعملته ولسه هعمل اكتر من كده. بدون الدخول في تفاصيل، هل انت محتاج جلسه خاصه بينك وبين كولر تتكلم فيها عن اللي جاي؟ مش هناقشك التفاصيل، مش هقول لك اصل ليه. لا والله يمكن انا بحب اشكر طبعا مستر كولر. يمكن عايز كنت عن نفسي اقولها يعني من زمان. يمكن الراجل ده ساعدني، وقبل ما هو يساعدني ربنا سبحانه وتعالى وقف جنبي ويعني كرمني اخر كرم بجد ان انا ارجع العب تاني. والراجل ده كان سبب من الاسباب، وطبعا كابتن محمود الخطيب. واللي انا عايز اوصله برضو ان انا كنت برضو سبب في اللي انا فيه دلوقتي. بعد ربنا سبحانه وتعالى سبب في اللي انا فيه ان انا دوست على نفسي واتمرنت كويس ولعبت كتير وجبت جوان كتير قوي اتسببت في البطولات. فهي كلها مشتركه. فمفيش بيني وبين اي حد حاجه خالص. هو مستر كولر بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا.